اهلا بحضراتكم من جديد. حالا دلوقتي بعثه النادي الاهلي وصلت مطار كازابلانكا بسلامه الله. يعني بنقول لعيبه النادي الاهلي الحمد لله على السلامه، ان شاء الله كل التوفيق ليكم، ترجعوا لنا ان شاء الله بكاس بطوله افريقيا باذن الله. كابتن خالد، كنت بسال حضرتك عن الاستعدادات بقى للموسم الجديد. يعني بداتوا خلاص دلوقتي التدريبات الساعه 6:30 الصبح، التدريبات 6 بيبدا 6 الصبح. قول لي بقى التجهيزات بقى قبل بدايه الموسم. لا طبعا يعني عشان نبدا الموسم في حاجات كتير قوي. اللعيبه بتصحى الساعه 6 بس الصبح ولا لا؟ إيه؟ تتمرن 6. تتمرن 6؟ يعني بيصحوا كام؟ 4؟ يعني بقى اللي بيصحى 4 بيصحى 4:30. هو طبعا الوقت الجو حر جدا، انت خلاص عايز تعود اللعيبه ان هم حلو ينام بدري ويرتاح. لو سبته التمرين طبعا لبعد الظهر ممكن لسه انت عارف بيبقى جاي من اجازه، فعلى ما يتعود ان هو ينام. فممكن الفتره ده انت عارف احنا كلنا يعني اللي بتفوت فتره اعداد ما بيقدرش يكملها طول السنه. ده طلب الراجل الاجنبي هو ان التمرين يبقى 6 الصبح. يعني احنا رتبنا كل الكلام ده مع بعض طبعا، يعني اجتماعات كتيره طبعا خلال الفتره اللي فاتت. زي ما انت قلت انا الوحيد اللي ما خدتش اجازه. ما انا بقول بس عشان خاطر ان احنا نقدر ان نبدا موسم بشكل كويس. احنا يعني حققنا جزء كان كويس السنه اللي فاتت، القطاع يعني حقق نتائج كانت الحمد لله ماشيه بشكل كويس، فعايزين نكمل النجاح ده. فكان في لازم تجهز شغلك بشكل كويس. فكل الترتيبات بقى ان انت عايز تخلي اللعيبه طبعا راجع من اجازه، لو خليته بقى لسه في السهر فتره اعداد دي لو فاتت منه طبعا هي المهمه. فتره اهم حاجه بالنسبه للاعيب الكوره هي فتره اعداد، ان هو ما تفوتهوش يعني. عشان كده ان شفت فتره اعداد السنه دي احنا عاملين بشكل مختلف. شفت عرض شويه ان احنا كنا في صاله الكاراتيه، و اللعيبه بتتعود ازاي على ازاي تقع وازاي تتفادى الاصابات. اهم حاجه انا مش عايز اعالج بعد ما اللعيب بعد ما اتطور، انا عايز امنه. يعني الامان التامين للعيب الكوره ده اهم بكتير قوي من ان انا اعالجه، ان انا يعني الكوره هياخدها. انما طالما ما عندوش جسم ما قدرش يستوعب الكلام ده كله، هتلاقي الامور بالنسبه له بقت صعبه جدا. السؤال بقى المعتاد يا كابتن خالد، واكيد انت بتتساله في اي مكان بتمشي فيه، اختبارات النادي الاهلي. عندي لعيب كويس مواليد كذا مواليد كذا، عايز اوديه اختبارات النادي الاهلي. يعني اختبارات النادي الاهلي الفتره اللي جايه هتكون امتى؟ خاصه السنه اللي فاتت طبعا كانت الظروف صعبه، خارجه عن يعني الاراده يعني، وخارجه عن ايديكم الكورونا، وكانت ظروف صعبه. لكن السنه دي برضو ناس بتسال، ممكن يكون في اختبارات السنه دي للنادي الاهلي ان شاء الله؟ زي ما انت قلت احنا يهمنا النادي الاهلي، يهمه نمره واحد ولغايه مليون. يعني اهم حاجه صحه المواطن، يعني صحه البني ادمين. مش مشكله ان انا اعمل اختبارات وكانت الظروف مش مناسبه. يعني السنه دي يمكن الظروف احسن شويه، الدنيا ابتدت تبقى احسن الحمد لله. دخل يعني خلاص بقى في العلاج دلوقتي وفي التطعيم، فالدنيا بقت بالنسبه لنا ممكن ان انت تعمل اختبارات. احنا شغالين دلوقتي على اختبارات النادي الاهلي لازم تبقى مختلفه عن كل الاختبارات. فاحنا في ديل كده ماشيين فيه، وان شاء الله خلال يعني اتمنى انه خلال اليومين دول ده ينتهي. واول ما ينتهي ان احنا هنروح في كل مكان في مصر. حلو قوي. يعني والاختبارات ان شاء الله من المنتظر ان هي مش هتبقى اختبارات لفتره وتنتهي، لا اختبارات هتبقى طول الموسم. فاحنا يعني بنعمل ديل مع مش عايز اتكلم عنه دلوقتي لغايه ما يخلص ان شاء الله. طيب ماشي. يعني انت النهارده كابتن خالد بيه واكد ان شاء الله هيكون في اختبارات للنادي الاهلي ان شاء الله خلال ايام قليله قادمه، وهتكون كمان فكر الجديد في الاختبارات مش هتبقى مثلا اسبوعين او ثلاثه في بدايه الموسم، لا ده هتكون ممكن على مدار الموسم كمان. على مدار الموسم كله. وده كان هدف كابتن خطيب في البدايه، ان انت لازم نوصل لكل الناس وفي كل مكان جوه مصر، لان انت في ناس كتيره مش هتقدر تجي لك الاختبارات. في ناس كتيره قوي، في ناس كتيره يعني تستحق ان انت توصل لها، وده دورنا ان احنا نوصل لكل لعيب جوه مصر. فعشان كده احنا بنعمل الديل ده، ولما يخلص ان شاء الله هنعلن عنه بشكل كويس، لان حاجه كويسه تليق باختبارات النادي الاهلي وتليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن خالد، كان في اجتماع مهم مع لجنه التخطيط، ابرز مدار في الاجتماعيه كان كمان مستر بروكيتش استعرض رؤيته المستقبليه من النواحي الفنيه. كابتن خالد برضه كان موجود، استعرضته الموسم السابق وكمان رؤيه الموسم الجديد. طبعا هو اجتماع كان طويل، يعني اجتماع دخل في اربع ساعات ونص. ومتلا يعني انا بشكر كابتن الخطيب طبعا على ان هو
ادانا الفرصه حتى لما جينا في وقت في الاجتماع يعني ايه حبينا نجري باحداث ما رضيش قال لك لا لازم اعرف كل تفصيله صغيره يعني لا حاجه حاجه كابتن خطيب بيستعرض معاك اسم اسم وكلمه كلمه في التقرير يعني اجتماع مهم يعني لا كلمه كلمه في التقرير يعني مفيش كلمه بتعدي يعني مفيش كلمه بتعدي على كابتن خطيب او لجنه التخطيط في ان انا ما اسالش عليها لا احنا كنا حابين جدا الاول اجتماع لان فكره ان لجنه التخطيط ورئيس النادي بيسمعك وبيعرف انت بتفكر في ايه ده حاجه كويسه جدا هم حطوا وضعوا الخطه الكبيره واحنا كلنا بنحاول ان احنا ننفذها بشكل محترم فالحمد لله زي ما قلت ان احنا كنا بنقول كل حاجه كل حاجه قابلها الراجل من ساعه ما جه القاهره واستلم الشغل وحط خطه العمل وايه الحاجات اللي ساعدته ان هو ينجح وايه الحاجات اللي هو ناقصاه عشان ان هو يكملها ويمكن كان بيتكلم انت بتتكلم على القياسات الحمد لله يعني كابتن وافق والمجلس وافق على في شويه اجهزه كده ان شاء الله هتبقى موجوده في قطاع ناشئين لقياس سرعه اللعيب وفي لعيب بقى رقم دلوقتي فانت قطاع ناشئين كله تحول لارقام كل لعيب في النادي الاهلي في قطاع ناشئين هتعرف بعد كده في برنامج احنا جبناه هتعرف تدوس على تعرف الداتا كلها عن الداتا بتاعت اللعيب عامل ازاي قياساته اصاباته عدد مشاركته والحاله الاجتماعيه ظروف كل حاجه تقدر تجيبها عن اللعيب مجرد ان انت تخش على البرنامج وتشوف الكلام ده فده احنا يعني بنحاول نطور من شغلنا بنحاول ان انت توصل لعيب في كل تفصيله يعني عايش ازاي بياكل ازاي الاسره الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لهم كل الكلام ده كله بيساعدك ان انت يعني بتلاقي مدخل للعيب ان انت تتكلم معاه موضوع مجهد جدا ان انت تتكلم مع 150 بس خلاص انتوا ما شاء الله يعني زي ما بقول اتحطيتوا على الطريق بقى ايه الصح الحمد لله بتشتغل زي الفكر بره وزي فكر الدرجه الاولى كمان ما بقاش فكر ناشئين دلوقتي لا ده خلاص على اعلى نظام واعلى سيستم وباسلوب علمي دلوقتي.